كان بنطلقها وما بنعرف مدى خطورتها وتأثيرها. اليوم صرنا عايشين بعصر مخيف جدا، نحن أشخاص افتراضيين. الكلمات مثل الرصاص بتقتل. بكرة بده يجي ابنك أسود بده يضحك عليه بالمدرسة. أحكام بتسبب الضرر يلي بيوصل مرات إلى حد القتل. ظلمتني. عم تطلقي أحكام مرات مثل هالأحكام؟ أنا بعرف أعتذر أكيد. صار وقتها تنين 9:30 المساء على الجديد.